هاي. سنة 1933 اخترع أدوين هربرت لاند فلتر خليه بوقت لاحق يطور كاميرا تطبع الصورة بشكل فوري، والسبب كان رغبة بنته برؤية صورة أخذ لها خلال نزهة. سنة 1937 أسس لاند شركة سماها بولارويد، والتسمية بتعني بولر المشتقة من بولارايزر، وأويد يلي بتعني شبه. سنة 1944 بدأت عدة شركات منافسة بيع هالكاميرا، بس رغم هالشي صار بولارويد الاسم المعتمد للتعبير عن الكاميرات الفورية. ورغم إفلاس الشركة بال2007 ما زال عم بيتم إنتاج الأفلام لعدة موديلات من كاميراتها. من المشاهير يلي استخدموا الكاميرا أندي وورهول، أنسل أدمز، وليدي غاغا. مين قال إنه بعد غناء أوتكاست لا Shake It Like a Polaroid Picture أصدرت الشركة بيان ذكرت فيه إنه هز الكاميرا ممكن يؤدي لتضررها؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.